كتواجدوا مدينة الدار البيضاء سيدي مؤمن كبروطم اه مرق. ما عندهاش 3 شهور، 3 شهور باقا ما كملاتهاش، 4 شهور تبارك الله شوفوا قداش. هذه الام الله يبارك ما شاء الله خويا الله يصلح. وهذاك انت ما كتشوفها هي وقفات الله يبارك ما شاء الله الله يبارك الله يبارك. 500 درهم هاسك جاب لي شي واحد شرير بحال ودي فابور ياك، قال لك مراته لا جاب لي شي كلب بحال هذا في الشر يعطيك اني كورس فابور من البورطي من البورطي من البورطي من البورطي ويكون هاسكي بحال هكا. الله يبارك الله يبارك. السلام عليكم جمهور قناه العصر، حنا راه كنتواجدوا بمدينه الدار البيضاء سيدي مؤمن الله يبارك. جينا عند اخ بروطو عنده واحد دوبورتي وحده دانواق وحده كانيكورس الله يبارك. البيع كاين واحد دالماسيا وكاين واحد كلب هاسكي، راه هو المفاجاه في الاخير اللي تشوفوه في الاخر ان شاء الله. فيديو رائع شيق مع الناس مولوعين، ديروا جيم الفيديو باش يطلع اكثر اكثر باش نجيب لكم بحال هاد المقاطع من هاد الناس المولع والناس اللي كيفهموا في عالم الحيوان. الله يسر الامور، فيديو غيبدا من هنا. تحياتي لكم جيم الخوت ما تنساوناش، الله يسر الامور. جمهور قناه العصر، حنا راه في سيدي مؤمن الله يبارك مع الاخ بروطو، راه مولوع كبير والعائله ديالو الله يبارك. اليوم كاين الدانوا كاين الكانيكورسو الله يبارك، انتم كتشوفوا معنا بداو الكانيكورسو بداو الكانيكورسو هما وليدات ديال الكانيكورسو طراوا في الميل. انتم كتشوفوا هادو جوج هنايا، راه واحد هنايا شحال عندهم في السن؟ شحال عندهم في السن هذا بروطو؟ 3 موا ياك 3 شهور 3 شهور ما كايناش 3 شهور راه فاكسيني، راه قاعد الكليبات بالكارنيت فاكسين كلهم دايرين لي فاكسين ديالهم. غنبداو كان كورسو راه هما الكحلين وعاد باش نشوفو الدانوا ان شاء الله. هانتوما كتشوفو هادو هما الوليدات ديال الدانوا اللي انفاس معايا الله يبارك ما شاء الله. كيف كتشوفو معانا راه غنشوفو الوالدين ديالهم ان شاء الله. هادو راه دوبورتي، وحده كانيكورسو وحده دانوا الله يبارك ما شاء الله. حنا كنتواجدو بمدينة الدار البيضاء سيدي مؤمن، اللي كيعرف هاد المنطقة اللي ما كيعرفش راه مدينة الدار البيضاء المغرب الله يبارك. خويا بروطو ورينا شي وحيدة، قربنا من شي وحيدة. هانتوما كتشوفو الله يبارك الله يبارك. هادي راه نتي المهم كلهم نتيوات، كانيكورسو كاينين نتيوات ياك بروطو؟ اه ما عندهاش 3 شهور، 3 شهور باقا ما كملاتهاش الله يبارك الله يبارك. راك لباس صحة جيدة ما شاء الله بالكارنيت فاكسان ديالهم. الأم راه بيديكري الأب لا ولكن راه الأم راه بيديكري. هانتوما كتشوفوا معنا الله يبارك. هذه راه الدانوا راه السلالة كتكون ضخمة إن شاء الله. هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. أنا نشوفوا نشوفوا حتى الأم ديالهم من بعد، نشوفوا الأم ديالهم والأب ياك بروح إن شاء الله الله يبارك الله. الدانوا شحال عندك من كليبة؟ اه انتم كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. هادو راه ما كايناش 3 مو هادو راه نتيو تبارك الله ما شاء الله. سلالة الكانيكورس الله يبارك. انتم كتشوفوا انا من بعد شويه باش تبان لكم الله يبارك ما شاء الله. خويا بروطو تبارك الله ما شاء الله. راه اللي بغى يقطع عليهم الودينات ولا يقطع اللي بغى يخليهم بحال هكا يخليهم، هما راه دايرين لي فاكسان. راه كل واحد عنده الكارني هنا. يلا ولد الدانوا شحال عندهم؟ الدانوا عندهم عندهم شهرين ونص، الدانوار عندهم شهرين ونص تقريبا بين شهرين وشهرين ونص الله يبارك. راه بالكارنيت فاكسان ديالهم، اللي بغى شي حاجه يجي عند بروطو ويتواصل معاه. راه خليكم الرقم في الفيديو ان شاء الله، تواصلوا لي مع الاخر الله يعمرها دار. وكاين هذا المال هذا ديال الدانوا الله يبارك. ها هو هذا شحال عنده بروطو؟ هذا عنده شي 4 شهور. هذا راه عنده 4 شهور تبارك الله شوفوا قداش. هذه الام ديالو؟ اه الام ديالو. هاي تقربوا نوريها لكم. هاي الام ديالو الله يبارك. هذه هي الام ديالو تبارك الله. هو راه تكير راه 90% غيطلع كبر منا تبارك الله في المستوى. يطلع الاب ديالو راه كبر من هذا الحجم ديال الانثى الله يبارك ما شاء الله. انت ما كتشوف الله يبارك الله يبارك. هو غيهبطنا الاب ديالو دابا ما شاء الله. انت ما كتشوف الكليب تبارك الله. هذا راه عنده تقريبا 4 شهور راه بالكارنيت فاكسان كلشي اونلاين هنا. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. راه ثمن زوين عند بروطو، اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. ها هو الاب تبارك الله. هاو الله يبارك. ها انتو كتشوفو دور لنا بروطو يبان اش يوم. ها كتشوفو هذا هو الاب اش يوم. ها مشى دابا يلاه حل ليه يمشي يدير ليه بوزوان ديالو داكشي راه نصورو لكم ان شاء الله. هذا 4 شهور هذا راه 4 شهور تبارك الله شوفو قداش اش يوم. زيد ها انتو كتشوفو الله يبارك. ها هو الله يبارك الله يبارك الله يبارك. هذه الام
هذا هو الاب الله يبارك ما شاء الله. نشوفك تشوف رسمك الله سلاله الدانوة. الله يبارك الله يبارك. حنا راه كنحاولوا نقربوا اجي ولا عجبتكم شي حاجه عند بروطه مرحبا بكم عند الوليدات هما تبارك الله ما شاء الله راه صحه جيده فاكسيني الدانوة عندهم شي دو موا تقريبا ونشي ديال دو موا 10 ايام دو موا 10 ايام بالضبط ديال الدانوة فين الكره وانت كاملين ذكوره الدانوة راه كاملين ذكوره الكانيكو صرا كلهم من تيواش عندهم شي دو موا يدمي بحال هكاك شهرين ونص الله يبارك ما شاء الله عجبك كيشوفوا الجمال ديالك تبارك الله زوينين تبارك الله الدانوة راه شي العوينات كيدايرين سبحان الله اللي بغى شي حاجه يتواصل معاهم ها هو الاب ديالو الله يبارك كتشوفوا شتو الام هذا هو الولد راه عنده 4 شهور وانتم معانا الله يبارك خويا خويا بروطو نشوفوا شي حاجه اخرى بروطو مرحبا نشوفوا الام ديال الكاني كورسو نشوفوا الام ديال الوليدات ديال الكاني كورسو مرحبا اغريسيف شويه الله يبارك بروطو راه عنده كل فنان طارق راه عنده عنده الدانوا عنده الكاني كورسو عنده بزاف الله يراس تبارك الله ما شاء الله عند الهاسكي ما شاء الله ما شاء الله الله يسر الامور خرجنا انت ونشوفوا ان شاء الله ديال لي بارون ديال كاني كورسو غنشوفوا الام الاب ما كاينش هنا بروط ياك الاب ديال واحد الاب ديال واحد الصديق غنشوفوا انت وربي ديكري الله يبارك الله يبارك ما شاء الله جمهور قناه العصر الله يبارك انتما معنا هذه راهي الام ديال الوليده ديال كاني كورسو البورت ديال كاني كورسو راه فيها طروا في الله يبارك ما شاء الله انتم كتشوفوا هذه راه بيدي كريت كليف هذه تبارك الله مع الاب ديال بروط الله يبارك راه تاهو مولوع كبير الله يبارك عندي عزيز عليك الا الضخم هذا الشيء اللي شفت عندهم هنايا رجعت عندهم شحال من مره الله يبارك راه كيتهلاو في الكليبات ديالها ما انتم كتشوفوا تبارك الله الكليبه تبارك الله ما شاء الله كليبه اون فورم صحه شحال عندها هذه راه بروط عندها 3 سنين الله يبارك الله يبارك ما شاء الله 2023 شهر 12 تكمل 3 سنين الله يبارك الله يبارك ما شاء الله راه كريمه تبارك الله ما شاء الله راه عندها 3 سنين وباقى صحه جيده تبارك الله هذه راه هي الام الله يبارك ما شاء الله خويا الله يصلح وهذوك راه الوليدات اللي صورنا لكم الله يبارك ما شاء الله اغريسيف اغريسيف ما تبغيش بنادم يقرب حدا هذا الشيء اللي كاين راه صورنا لكم شنو كاين عند خويا بروطو اليوم الله يبارك وراه عنده دي راس اخرين اليوم راه حاولنا نبينوا لكم هذا الشيء راه ما شاء الله ما شاء الله كل يوم تبارك الله الله يبارك خويا بروطو الله يبارك تبارك الله في المستوى الله يسر الامور خويا كنشكروك الله يحفظك باقي شي حاجه تبان ولا مرحبا نشوفوا شي حاجه اخرى مع بروطو راه مولوع كاين واحد نتيو ديال الدلماسيا للبيع هي البيع غنوريوها لكم ان شاء الله عشاق الدلماسيا الله يبارك انتم كتشوفوا معنا هذه راه هذا البيع تكير نتيوا راه نتيوا شحال عندها واخا شحال عندها هذه بروب عندها عامين ونص راه عندها عامين ونص اللي بغى راه البيع كارنيت فاكسان كارنيت فاكسان انتم كتشوفوا هي وقفات الله يبارك ما شاء الله الله يبارك رجع الله يبارك ما شاء الله نشوفوا اللاسكي ها هو اللاسكي نشوفوا واحد 10000 ريال هاي صاحب الدرم هذا الحراسه راه اغريسيف اغريسيف ديال الصح راه قرب من الحدود راه اغريسيف راه ما كاينش اللي يدوز اللي بغى 500 درهم هذا كارنيت باكس عنده كارنيت باكس راه عنده كارنيت باكس عنده كل شيء الله يبارك الله يبارك 500 درهم هاسكي جاب لي شي واحد شرير بحال ودي فابور ياك قال لك بروطا لا جاب لي شي كلب بحال هذا في الشر يعطيك كاني كورسو فابور من البورتي من البورتي من البورتي من البورتي ويكون هاسكي بحال هكا الله يبارك الله يبارك ما كاين شي واحد يدوز لا ما كيرحموش الله يبارك الله يبارك خويا بروطا بروطا هذا راه صديق ديال العائله محسوب راه عنده تقريبا شي 13 عام الله يسر الامور الله يسر الامور برك غير الفيديو هنا يا خويا كنشكروك الله يحفظك الله يسر الامور تحيه لك تحيه للعائله ديالك الله يحفظك الله يحفظك خويا